السلام عليكم ورحمة الله. احنا بدأنا مع بعض قبل كده 3 فيديوهات اتكلمنا فيهم عن الـ QGIS، وقلنا ان احنا في صدد ان دي تكون دورة تدريبية لبرنامج QGIS، وقلنا مزاياه وقلنا حاجات كتير عنه. بس الحقيقة انا لقيت ان احنا كنا محتاجين فيديو في الاول يوصف لنا خريطة الطريق خلال هذا الكورس، نبقى عارفين المحتويات، عارفين نتواصل مع بعض ازاي، نبقى عارفين ازاي نحقق مع بعض اكبر استفادة ممكنة. فاسمحوا لي يعني الفيديو ده هعمله مع بعض كده، هنرجع ترتيبه ان هو يبقى الفيديو رقم 0 قبل بداية الكورس، وبعد كده ان شاء الله هنكمل الفيديوهات بتاعتنا بترتيب عادي. الكورس مع بعض سميناه QGIS for Hydrological Applications، وطبعا ده نتيجة التخصص بتاعي، يعني انا تخصصي هيدرولوجي، انما QGIS ممكن يطبق في حاجات كتيرة، وممكن الكورس ده بإذن الله يعني يشجع عدد منكم ان احنا نبتدي نعمل كورسات شبيهة في التطبيقات المختلفة، ونبقى غطينا كده مع بعض هذا الفرع من المجال، وشجعنا بعض على استخدام هذا البرنامج وشفنا مزاياه قبل كده يعني. فلعلها تكون بداية جيدة، وفي طبعا انا ما بدعيش ان دي البداية، في مجهودات اخرى من اخوة كتير. انا طبعا بتكلم على العالم العربي، انما بالنسبة للغرب فطبعا البرنامج ده يعني ليه ناس كتيرة بترعاه. يعني الكورس سيلابس او الكورس اوتلاين، محتويات الكورس والاطار العام بتاعه، ده اللي هنتناوله في هذا الفيديو. ومعاكم احمد عادل. نظرا لان اي كورس سيلابس لازم يبقى فيه تعريف بالشخص المحاضر، فاسمحوا لي يعني في عجاله اقول لكم مين المحاضر بتاع الفيديو دوت. انا اسمي احمد عادل، بشتغل في المركز القومي لبحوث المياه في مصر، تخصصي سيرفيس هيدرولوجي اللي هي هيدرولوجيا المياه السطحيه. حصلت على الدكتوراه سنه 2017 من هندسه عين شمس، ومنذ سنة 2002 لغاية الآن أنا بشتغل في مجال الحماية من مخاطر السيول وتقديرات المياه وما يتعلق بها. ومن خلال هذه الفترة قمت بتدريس عدد من الكورسات في مجالات تقييم مخاطر السيول وتقديرها ومحاكاتها، والجي اي اس والبرامج الهيدروجي المختلفة زي الدبليو ام اس، وكذلك يعني الثيوري بتاع علم السيرفيس هيدرولوجي. خلال هذه الفترة أحب يعني لو يتم بينا التواصل، لأن الكورس يعني مفيش كورس عبارة عن محاضر وفيديو، يعني هو الحلقة عشان تكتمل هو المتلقي أو حضراتكم. فأدي 3 طرق يعني للتواصل، وإن شاء الله هنستخدمها مع بعض كلنا، من خلال الفيسبوك قدامكم الصفحة بتاعتي، اليوتيوب ممكن جدا بعد كل فيديو هيبقى يعني فرصة مناسبة جدا يحصل مناقشة. الكورس دوت انا اول مره اعمله على كيو جي اس، فبالتالي هو تقدر تقول الفيرجن 1. يعني انا نفسي لو جيت اعمل الكورس ده في 2021 مش في 2020 هعدل عليه وانقده يعني. فبالتالي انا منتظر منكم نقد واقتراحات وتصليحات وكل شيء يعني، فهي مجرد بدايه، وان شاء الله يعني تكون نهايه طيبه لينا جميعا. جيميل، حطت الايميل لنا للتواصل مع بعض لو في حاجة مش هينفع تتكتب يعني على اليوتيوب كومنتس. احب طبعا لو في فرصة حد فيكم شاف الكورس ده مفيد، ياريت يعمله مشاركة مع زملائه او من يعتقد يعني ان هم ممكن يستفيدوا منه، علشان نحقق مع بعض اكبر فايدة ممكنة. لان زي ما احنا عارفين السوفت وير او البرامج زي الارك جي اس، زي الماتلاب، زي البايثون، ما حققتش نجاحها يعني وانتشارها نتيجه ان في افراد شاطرين فيها، لا، الحقيقه حققت نجاحها ان في قبول في السوسايتي بتاع العلم. كل ما زاد عدد الناس المستخدمين لتول ما بالتبعيه هيزداد عدد الناس اللي بيدرسوها، وعدد الناس او كميه الجهد في تطوير وتحسين هذا الشيء، اللي يعني ينطبق الكلام ده على اي برنامج انتوا تعاملتوا معاه. نهدف الى ايه ان شاء الله؟ يا رب يعني من خلال هذه الدوره نكون كلنا بقى عندنا استيعاب او يعني حب للبرمجيات المجانيه، وعرفنا مصادر الداتا المجانيه. الهدف من موضوع المجانيه ان للاسف يعني كلنا بتغرينا البرامج الكراكد، فبنقبل عليها ومش بس بندرسها، ده احنا بنشتغل منها يعني نتكسب رزق يعني. وطبعا زي ما احنا عارفين يعني مفيش انسان الا وهيسأل عن ماله من اين اكتسبه،
فإن شاء الله نستبدل يعني اللي مش هيقدر يدفع اللايسنس، يبقى الحمد لله في رحابة إن يستخدم برامج مجانية، ويبقى كده إيه عفى نفسه عن هذا السؤال يعني. بالإضافة لكده برضو نهدف من هذه الدورة إن إحنا نبقى يعني بنستخدم الكيو جي إس بسهولة، أو ما نواجهش فيه يعني، ما نبقاش مجرد بيجينرز، لا نصل إلى مستوى احترافي يخلينا نقدر نعمل كمية شغل كبيرة بمجهود قليل. وطبعا ده الفايدة بتاعته واضحة جدا، سواء على سبيل يعني اللي بيعمل مشاريع تخرج كطالب، أو كان اللي بيشتغل بشكل فردي أو في مكتب. الكيو جي اس زي وزي برامج مجانية كتير الحقيقة، ما بيعتمدش بس على البرنامج يعني. احنا هنا دلوقتي في النقطة ديت، البرامج المجانية دايما بتعتمد ان انت بيبقى عندك كور او البرنامج الاساسي، وبيتعمل بعد كده ليه اضافات كتيرة، كل بقى يعني تعتمد على مساهمة اليوزرز او السوسايتي، المجتمع بتاع هذا البرنامج. فاحنا عايزين نعرف المجتمع بتاع الهيدرولوجي قدم ايه، لان الاعتماد على كيو جي اس بس ده بيبقى حاجه قاصره جدا. فهو مش زي الارك يعني، انت بينزل لك باللايسنس بتاعك على في التولز بتاعتك، لا انت الكيو جي اس بيعتمد بالاساس على انك بعد ما بتنزله بتقوم بتنزيل ما يسمى بالبلاجنز، اللي هي اضافات اللي قدمها الكثير من اليوزرز اللي مع الكيو جي اس بتقدم اداه قويه. غير كده ممكن تلاقي كيو جي اس ما بيخدمكش بشكل كافي يعني. الهدف برضو ان في كتير مننا هدفه من برامج جي اس هو انتاج خرائط يعني. الاخوه مثلا اخواتنا زملائنا في مجال الاداب مثلا، كليه الاداب او الحاجات اللي زي كده، هو هدفه يطلع خريطه يعني. ممكن مش هدفه قوي الاناليسز بتاعت التضاريس او كده او ايا كان يعني. مش هنقصر كل الناس بتحتاج تطلع خرائط يعني بشكل احترافي، فهنشوف مع بعض ازاي نطلع خرائط بشكل جيد، لان يعني ممكن تكون الطريقه في الكيو جي اس غير الارك يعني. فهنحتاج برضو نبص على موضوع انتاج الخرائط ده شويه مع بعض يعني، وفي الاخر ده برنامج بتاعنا كلنا يعني. من اساسيات التطبيقات بتاعه الكيو جي اس او اي برامج جي اس في مجال الهيدرولوجي، هو عمل دلينيشن للووتر شيد، ترسيم الحوض. كلنا اي حد اشتغل في مجال الهيدرولوجي، السيول، المخاطر، الحاجات دي، بيحتاج يبقى عنده حدود للحوض وللستريمز. فنشوف مع بعض ان شاء الله ازاي نعملها بالكيو جي اس. بالاضافه لكده ان في كمان يعني فرع هام جدا اللي هو تحليل البيانات المكانيه، وده جواه برضو شويه شغل احصاء، شويه اشغال اخرى، فنشوفها ان شاء الله مع بعض. فنقدر نقول ان الكورس بتاعنا بيركز على تطبيقات الجي اي اس في مجال الووتر ريسورسز، عمليه المابينج وانتاج الخرائط، عمليه تحليل التضاريس يعني تحليل، نحن نعمل تحليل للديمز، هنحاول نطلع مع بعض نحلل وندرس الفلاد هيدرولوجي، الفلاد مابينج اللي هي خرائط انتشار والانانديشن بتاع الفلادز المختلفة. وإن شاء الله بالإضافة للبيانات المكانية، في برضو مجال في الكيو جي اس لإضافة البيانات الزمنية اللي هي بتتغير مع الزمن، زي بيانات الأمطار أو السيول أو كده، اللي هي بتدي فرصة إنك تشوف الباترن تغير الظاهرة مكانيا وزمنيا مع بعض في وقت واحد، وده باب كبير يعني للريسيرش والتطوير وكده. في بري ريكويزيتس يعني، المفروض اللي هيبقى معانا ان شاء الله في الكورس يبقى عنده فكره في موضوعين. محتاج يبقى عنده بيزك ليفل للهيدرولوجي، بمعنى مبادئ الهيدرولوجي الاساسيه المفروض نبقى عارفينها. في طبعا على اللي يعني اللي محتاج يبص بص عليها قبل ما يعني يكمل معانا، في على القناه بتاعتي هتلاقوا برضو في عدد من الفيديوهات في بلاي ليست اسمها ووتر ريسورسز انجينيرنج هيدرولوجي، يعني باسمها هيدرولوجي واسمها ووتر ريسورسز انجينيرنج بلاي ليست. فممكن وطبعا والنت عليه حاجات كثيره جميله جدا، لكن المقصود ان يبقى فيه يعني معرفه بمبادئ الهيدرولوجي. بالاضافه لكده برضو محتاجين يبقى عندنا معرفه بمبادئ الجي اس، لاني مش يعني في الكورس ده احنا هنحاول نركز اكتر على استخدام البرنامج الكيو جي اس، مش على تعريفات كيف يعمل الجي اس. وان شاء الله برضو على القناة عندي هتلاقوا عدد من الفيديوهات
عن برنامج جي اي اس بيشتغل ازاي، يعني بغض النظر عن البرنامج، الفلسفه وراء تحليل داتا الجي اي اس والراستر والفيكتور والاناليسز والاسلوب والحاجات دي طبعا. وفي اليوتيوب حاجات افضل من اللي عندي بكتير يعني، فممكن يعني الرجوع ليها. تمام. بعد ما يبقى عندك يعني الحاجات ديت ان شاء الله مش هتجد اي صعوبه في الكورس بتاعنا باذن الله. طيب عشان ما يبقاش الكورس مجرد فيديوهات وشرح نظري، احنا هنحاول نلاقي طريقه ان يبقى الشغل عملي. فعندنا طريقتين، الطريقه الاولانيه طبعا هي البلاي ليست بتاعتنا على اليوتيوب اللي هنحط فيها ان شاء الله كل فيديو جديد هنطلعه مع بعض. فادي يعني الشورت، ادي العنوان بتاع البلاي ليست بتاعتنا، فممكن حد يعني، وهحطه لكم في الديسكريبشن ان شاء الله ده. ويعني لو حد يعني لسبب ما مش معاه البلاي ليست كده كصفحه او عايز يبعتها لحد، فيبقى عندك هنا الشورت ليست دوت او الشورت ويب ادريس. بالاضافه لكده، لان احنا هنحتاج يبقى في بينا يعني انا بفكر في الموضوع ده، ولو تشجعوني عليه يعني، لان شايف ان يبقى في فايده كبيره، اني هخلي الكورس ده ان شاء الله بالاضافه لليوتيوب هحطه على جوجل كلاس روم عندي، ومسميها بنفس اسم الكورس، بحيث ادي لكم فرصه ان بعد ما يعني تاخدوا الداتا اللي هنتفق عليها في كل يعني هنسميها اكسرسايزز التطبيقات، بعد ما تعملوا التطبيقات يعني هيبقى في شويه اسئله اللي عايز يخش براكتس يطبق، بحيث يبقى نحاول نخلي الموضوع مش محاضرات بل كانه كورس يعني متكامل، يتكون من محاضرات واكسرسايز وليكتشر زي مثلا بي دي اف او يعني وورد او باوربوينت او كده. وبرده يبقى في فيدباك منكم، لو حد عايز يبعت لي الشغل بتاعه نبص عليه مع بعض، لو نصححه او نراجع بعض وكلنا نستفاد من بعض ان شاء الله. يعني لو موضوع الجوجل كلاس روم دوت يعني تمام، هيبقى دوت الاكونت بتاعه، فاللي فيكم هيتابع ممكن يخش على الجوجل كلاس روم ويعمل جوين، يعني يخش على كلاس روم وادي العنوان بتاع الكلاس روم بتاعنا. تمام، يحط العنوان دوت في الجوين، هيلاقي نفسه بقى عندنا هنا، وان شاء الله يعني تكون ويب سايت مفيد لينا جميعا يا رب يعني. طيب مكونات الكورس او الماتيريال بتاعت الكورس، هيبقى عندنا المحاضرات الفيديو، هيبقى عندنا هحط لكم ان شاء الله ملفات، ممكن جدا يعني تبقى ملفات السورس، يعني مثلا لو عايزين نعمل اناليسز لحاجه احط ملف الدم او ملفات الشيب فايل، بحيث يبقى ايه نوعا ما شغلنا مع بعض موحد، بما يسهل ان احنا نراجع لبعض. يعني مش لازم مثلا يبقى المحاضر بس هو اللي بيراجع للجميع، ممكن ان يعني طالما هو نفس الفايل ونفس الاكسرسايز يبقى كلنا نقدر نقيم بعض ونراجع لبعض. يبقى في ان شاء الله ديسكشن فورم، لازم يبقى في مناقشات حوالين كل محاضره، لازم يبقى في تقييم ليا وللمحتوى المحاضره وليكم، من خلال زي ما قلنا هيبقى الكومنتنج على الفيديوهات ومن خلال الجوجل كلاس روم. فالكومنتات دي امر يعني لازم نحذر من يعني في فخ كده في التعليم الاونلاين، هو ان الطالب يتحول الى مستمع، فيتحول تعليم اونلاين كانه راديو، فلازم يعني نتجنب هذا الفخ عن طريق المناقشه والتعليقات. وطبعا اكيد يعني اللي انا هقدمه لكم ما هوش احسن حاجه في الدنيا يعني، فعشان كده هحاول ان شاء الله ابقى دايما اوفر لكم ماتيريال في ظني انها كويسه حوالين موضوعات، سواء يعني نفس موضوع المحاضره او تكمل على الشغل بتاعنا. ازاي احنا يعني نقيس نجاح هذا الكورس؟ الحقيقه المعيار الوحيد اللي عندي لغايه دلوقتي، واحب يعني لو انتوا عندكم راي اخر تضيفوه ليا، هو عددنا اللي هيتجه لاستخدام البرنامج المجاني اللي هو كيو جي اس. انا في رايي يعني كل ما العدد ده زاد ده معيار قياس نجاح الكورس. وانا حاطط طبعا هنا النمبر بتاع كل سلايد بحيث اسهل لو حد عايز يعمل كومنت على اي حاجه. تمام، فلو حد شايف مثلا في الحلقه بتاعتنا ديت معيار اخر لقياس الكورس ممكن يكتبه معانا. يعني الاكسرسايزز هنقول هيبقى في روابط على الجوجل درايف، تقدروا هحطها لكم طبعا في كل محاضره عشان تخشوا تعملوا داونلود للداتا، ولو برضو هنحط الايه البرزنتيشن نفسها او كده،
وبرضو بذكركم بالجوجل كلاس روم، ترفعوا من عليه الواجبات بتاعتكم وتشوفوا الاكسرسايز اللي بتنزل. يعني في الكام سلايد الجايين دول حابب نبص مع بعض على خطة الدراسة. ده التصور بتاعي لخطة الكورس، سواء المحاضرات اللي فاتت أو المحاضرات اللي جاية. زي ما انتوا شايفين مكتوب كده عليها درافت، أنا حاطط يعني لأن أنا عارف إن يعني فكرتي على فكرتكم هتخلي الكورس أفضل بكتير. فلو حد عايز يقترح حاجة، يعني دلوقتي أنا هقول لكم تصوري عن الفيديوهات اللي جاية إن شاء الله، ولو حد عنده تصور أفضل أو اقتراح أو كده يا ريت يعني إيه نتشارك الآراء، عشان الكورس في الآخر هو لينا كلنا عشان نستفيد منه. أول محاضرة ودي خدناها بالفعل محاضرة مقدمة، وهي نظرة يعني عامة من فوق على برنامج كيو جي اس، وشفنا فيها معلومات عن الفري سوفت وير، شفنا إيه هو الكيو جي اس، شفنا إزاي بيتعمل له انستولينج، شفنا حاجات تانية كتير تتعلق بالمقدمة، ودي كانت الفيديو الأولاني. الفيديو التاني اتكلمنا فيه على واجهة البرنامج جرافيكال يوزر انترفيس بتاعه، وشفنا فيها القوائم، الزراير، البانلز، شفنا يعني حاجات كتيرة اتكلمنا عنها فيما يتعلق بالجرافيكال يوزر انترفيس بتاعت البرنامج. بعد كده ان شاء الله الفيديو اللي جاي هنتكلم فيه بإذن الله على تعالوا نعمل اول بروجكت لينا، تمام؟ عايزين يبقى عندنا بروجكت على بعضه. اسم تاني للمحاضرة هيبقى اللي هي Loading Data into JS، هي ان انت لو عندك ملفات جاهزة ازاي تفتحها على البرنامج QGIS بحيث تشكل بروجكت على بعضه. الداتا دي هوفرها لكم لان احنا طبعا لسه في الاول، فهيبقى هوفر لك الداتا اللي عايزين نعمل بيها الماب. فهنتكلم في المحاضرة دي ان شاء الله على موضوع ضبط الجيوريفرنس كوردينيت سيستم بتاعت البروجكت بتاعنا جيوغرافيك وبروجكتد، والتفاصيل دي انتوا يعني هنتكلم فيها ان شاء الله. هشوفنا ازاي نفتح، هنشوف ان شاء الله ازاي نفتح شيب فايلز، ازاي نفتح باك جراوند ماب، وازاي نفتح راستر داتا. ولو في حد برضو شايف حاجات تانية يعني انا برحب باي كومنتس. المحاضرة التالية ليها هتكون عن ازاي نحول بقى الفايلات اللي احنا فتحناها وشكلنا الخريطة دي، ازاي يعني بالبلدي كده نلونها، ازاي نلونها بحيث تكون شكلها افضل ما يكون لما تطبع او تتحط على ويب سايت او تتحط في تقرير، ازاي نعمل لها سيمبولايزنج، الرموز المختلفة ازاي نلونها، ازاي يعني السيمبولايزنج ده سواء احنا بنختار لون كده على هوانا او بنعمله بشكل لوجيك يوحي بشيء، زي مثلا ما بنخلي الوان في الدم توحي بالارتفاع. في حاجات تانية تتعلق بالفيكتور، ازاي نتحكم في الليبل او يعني التعريف باي حاجة بيتحط على الشيب فايل، ازاي نجهز الخريطة للطباعة، وازاي طبعا زي اي خريطة بنحتاج نضيف مثلا السهم بتاع خط الشمال، نحتاج نضيف مفتاح الخريطة، نحتاج نضيف القياس الرسم وهكذا. الفيديو اللي بعديه هيكون بإذن الله ازاي نعمل تحليل للفيكتور داتا، يعني ان كل شيب فايل احنا عارفين ما هوش مجرد رسمه خط ونقطه وكده، لا ده بيبقى جواه داتا كتيره بتصف ايه هو الشيء دوت ومعلومات عنه. فهنبتدي بقى نخش في الداتا ديت اللي هي بنسميها اتريبيوت تيبل، جدول التفاصيل او جدول البيانات، هنخش عليها ان شاء الله. وهنبتدي نعمل سواء سيلكشن، ممكن ببناء على هذه الداتا نعمل سيلكشن يعني نختار بعض الاجزاء من الشغل بتاعنا بناء على قيمه الفاليوز اللي جوه الاتريبيوت ديت، او نعمل كيوري اللي هو تساؤل، يعني دور لي على الشارع اللي على بعد كذا من النهر ويكون في مستشفى ويكون مش عارف ايه، يعني الكيوريز المختلفه. يعني الدرس اللي هيتلوه ان شاء الله هيبقى عن نعمل تحليل بقى للداتا ديت، يعني عندك داتا ازاي تحولها من معلومه لمعلومه اخرى، ازاي تكون تدمج معلومتين عشان تصل لمعلومه ثالثه، ازاي نفهم الداتا، نحول الداتا من ارقام الى معاني مفهومه. نروح للدرس اللي بعده هيكون ديجيتايزنج، يعني تحويل، يعني ازاي احنا نعمل الفيكتور او الشيب فايلز داتا،
نعملها ازاي مع بعض؟ هنعملها ازاي بالديجيتايزنج، يعني بان احنا نشوف مثلا خريطة او نعملها من صورة ساتلايت، او هنشوف مع بعض يعني كذا صورة من صور عمل ملفات الفيكتور ديت، اللي هي في الشائع يعني بتطلع منها، احنا بنطلع منها خرائط للتربة، لاستخدامات الأراضي، خرائط للشوارع، خرائط لأي شيء. هنلاقي برضو إن إحنا ممكن في يعني في نفس الدرس، أو نحتاج دي نعملها في درس مستقل، اللي هي لو أنت خلاص بعد ما بقى عندك الشيب فايل وعايز يحصل دراسة ليه، يعني تبتدي تشوف يعني ما يسمى مثلا بالبفر، اللي هو الحرم الآمن اللي حوالين نهر مثلا قد إيه، لو عايز تدرس نقاط تقاطع شوارع مع شوارع أخرى عشان تحدد لو محتاج مكان تعمل فيه كوبري أو كده، فهيبقى يعني ديت يا إما لو لقينا في نفس الوقت في نفس المحاضرة، أو نعملها محاضرة مستقلة. فبالتالي الأرقام ديت هي مجرد برضو ما ننساش إنها درافت، كل الحاجات دي قابلة للتعديل خلال الكورس. فإن شاء الله ممكن بعد الكورس ما يخلص يعني ابقى اطلع اوت لاين بقى جديد بناء على ما تم بالفعل. يعني هنعمل بعد كده درس عن الجوينتس اند ريليتس، اللي هو لو انت عندك مثلا شيب فايل وعندك بره فايل اكسل، وفايل اكسل ده فيه شويه داتا انت عايز مش تعملها كوبي وبيست، انت عايز تربط بس بحيث بعد كده انت تعدل الفايل اكسل براحتك، وما تيجي تفتح الكيو جي اس في اي وقت الشيب فايل اللي مرتبطه بالاكسل فايل ده تتعمل لها ابديت وتحديث بناء على القيم اللي انت غيرتها في فايل الاكسل. طبعا ما ننساش ان احنا عايزين نعمل ووتر شيد ريديشن، وده نوع من انواع الراستر اناليسيز، انت بتحلل فايل الدم اللي عندك عشان تصل في الاخر تبقى عارف اماكن الستريمز والاحواض. وفي طبعا جزء من الموضوع اللي هو الماب الجبرا، اللي هو ان انت عايز تعمل يعني كأننا بنستخدم ملف الراستر ككالكوليتور، يعني بنقول مثلا ايه المناسيب اطرح منها 30 واجمع عليها كذا ويطلع لك راستر جديد. يعني هنشوف يعني موضوع ظريف جدا انك بتعمل كالكوليشن كحسابات، المدخل اللي معاك فيها هو ملفات الراستر. المحاضرة ديت يعني قد يعني نصل في الاخر احنا محتاجين نخليها في كورس مستقل، اللي هي ان انت ازاي نبرمج الكيو جي اس، نعمل له بروجرامنج يعني. فلغه يعني اللغه القياسيه في الكيو جي اس هي البايثون، ففي حاجه اسمها جرافيكال موديلر زي الموديل بيلدر في الكيو جي اس، في يعني مجال كبير قوي للبروجرامنج اللي هو بينتهي في الاخر ان انت يبقى عندك بلجن. فاكرين في الاول لما قلنا ازاي نعمل انستول للبلجن، اللي هو شغل اخرين طوروه عشان يحل او يتمم مهمه بعينها، احنا بعد ما هنصل لمستوى احترافي ما هنحتاج يبقى عندنا الادوات بتاعتنا اللي بتعمل لنا حاجه، لان في الاخر كل واحد شغله مش مطابق للتاني، فالليفل ده ليفل متقدم. فيعني الله اعلم هيبقى جزء من هذا الكورس ولا ممكن نحتاج يبقى ايه كورس لوحده. اشكركم جدا على حسن الاستماع، وان شاء الله الفيديو دوت يعني يبقى بدايه اعاده بدايه لهذا الكورس، وان شاء الله تتوالى الفيديوهات اللي هنشرح فيها الموضوعات اللي اتكلمنا فيها. منتظر تعليقاتكم، رجاء تشاركوا الفيديو مع اي حد تظنوا انه هيستفيد، ومنتظر منكم النصائح، ويعني ربنا ييسر لنا هذا الكورس نستفيد منه جميعا ان شاء الله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.